يقول المعتمر هل يصلي السنن الرواتب ويصلي التطوع في الحرم؟ نعم المعتمر هل يصلي السنن الرواتب ويصلي التطوع؟ إذا كان المعتمر سيقيم في مكة إقامة تزيد على 4 أيام فإنه يصبح مقيما، يصلي الرواتب ويصلي ما تيسر من التطوع لأنه أصبح مقيما زيادة على 4 أيام. أما إذا كانت الإقامة أقل 4 أيام فأقل فهذا مسافر، إذا قصر الصلاة لا يصلي الرواتب، وإذا أتم الصلاة صلي الرواتب، وهو سيتم الصلاة لأنه سيصلي في المساجد مع المسلمين، وإذا صلى مع المسلمين يجب عليه الإتمام. نعم.